بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات الأبراج ليوم السبت 5 أغسطس آب 2023، بيدخل القمر برج الحمل الساعة 6 صباحا. والبداية مع برج الحمل، بتحقق انتصار وقد تظهر مزايا رائعة بتلفت الأنظار، وكمان بتلفتها لمواهبك ولشطارتك ولشكلك ولعطائك ولتصرفاتك، وبتستغلها وباستطاعتك التواصل لحلول جيدة بعد عجزك في اليومين اللي فاتوا. اسعى للمصالحة، كرر المحاولات، فقد تعود بنتائج إيجابية، وتعيش يا عزيزي لحظات شيقة حافلة بالأخبار، حافلة بالتطورات، تتلقى إشارات وتبدأ جديد في تنفيذ خططك، وتستعيد حياتك رونقها، وتستعيد حيويتك من أفضل أيام الشهر وأكثرها حظوظا. تشعر بالحماسة، تشعر بالحماسة الفائدة، بتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد أو لبداية موضوع جديد، وتملك أفكارا مبهرة وحلولا مذهلة، وتبدأ صفحة جديدة. أما برج الطور، الوقت مش مناسب لأي جديد، لا توقع على عقد مثلا، الوتيرة بتبقى هادية، بتختفي الحماسة والمناعة والحصانة. أنصحك باقتناء سبيكة زحل، لا تحسم أمرا، لا تبدأ جديدا، لا تغامر حتى لا تكمن محاولاتك بالفشل، فالطاقة شحيحة وبسيطة، عليك باقتناء سبيكة زحل. وكمان ما تعرضش نفسك للإرهاق، فالفترة فارغة يا عزيزي من أي حديث، تنشغل بترتيب أمورك، قاوم التعب وحاذر المشاكل، لا تواجه أحد، الأوضاع ضعيفة، لن تنفع المبادرة، فأنت تفتقد للقدرة على أي جديد من أضعف أيام الشهر وأقلها حظا. برج الجوزاء، بادر لتصحيح أخطائك، بادر لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وإلى نصابها، فقد تظهر ليونة وتتكيف مع المستجدات. اسعى لكي يرتفع رصيدك الشعبي، وتكسب ثقة الآخرين، وتكسب شعبية، تقوى العلاقات، وتكون الشعبية في تقدم ملموس، وقد تتلقى أشخاص مثيرين لإعجابك ومثيرين لاهتمامك، وتتلقى الدعم المطلوب. أدعوك إلى تكرار المحاولات التي فشلت سابقا فهتنجح دلوقتي. أدعوك أيضا إلى عدم الاستسلام، قد تميل إلى ممارسة هواية جديدة، أنت بحاجة إلى تعاطف الآخرين معك، يناسبك العمل ضمن فريق أو ضمن مجموعة أو ضمن جروب، حيث الدعم والتأييد. اليوم هناك حدث اجتماعي، اليوم هناك لقاءات وزيارات واستقبال لضيوف. أما برج السرطان، لا تهدد سمعتك بالخطر، بل تمالك أعصابك، قدم أفضل ما لديك وأحسن ما عندك من مهارات ومن كفاءات. هناك قلق بشأن أحد أفراد العيلة، أيضا بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم أو مسؤوليات أو واجبات، الحاجات دي ما بتيجي مع بعضها تعمل توتر. حاذر العناد، حاذر المشاعر السلبية، زي ما قلت لك في شوية قلق بشأن أحد أفراد العيلة أو بشأن العمل أو المهنة أو علاقتك برؤساء العمل أو بزملاء العمل. هدئ من روعك وتمهل كي لا تضيع على نفسك الفرص، عندك فرصة جميلة جدا، بس انت تجنب الكلام الجارح وما تشوهش سمعتك، لا تستخف بالواجبات ولا بالمسؤوليات، اعتمد على ذكائك. أما برج الأسد، هناك فرصة للحوار، هناك فرصة للتوافق، بس بشرط انك تتحلى بالروح الرياضية وبروح منفتحة. تأكد من صحة معطياتك، تأكد من صحة معلوماتك قبل ما تحسم اي امر، فقد تتلقى مكافأة او تقدير على جهودك او حظوظك. حظوظك سوف تكون مرتفعة جيدة، وما عليك الا ان تكرر المحاولات التي باظت منك قبل كده، فقد تنجح الان فيها، وتتنفس الصعداء، وتنجز عملا مهما، وتسمع كلاما وخبرا سارا من اجمل ايام الشهر واكثرها حظوظا. فاستغل الفرص يا عزيزي، لان هناك فرص لادخال التغيير على حياتك ولادخال الجديد على نمطك، تطمئن خواطرك، وقد تحضر لرحلة
أو للقاء مع أشخاص غرباء عنك. أما برج العذراء بتتحسن الأمور نسبيا، مش خالص يعني، شرط التحلي بالليونة في معالجة المصالح، بيتحسن مزاجك وتهدأ مخاوفك بعض الشيء، أيضا بتطمئن لتكاتف الآخرين معك، وبتطمئن لتفاهم البعض مع موقفك، وتخطط لتوظيف أموال في عقار، في مشروع. ادرس المعطيات يا عزيزي قبل حسم الأمور وقبل اتخاذ أي قرار، واستشر أهل الخبرة وأهل الاختصاص من إداريين، من قانونيين، حاذر التحدي، حاذر الاستفزاز، فالفترة برضو مشحونة نوعا ما بالتوتر وبالسلبية وبسوء الفهم، فكن حذرا. أنصحك باقتناء سبيكة زحل، حاول أن تكون متيقظ، بتحمل الفترة بعض الخصومة وبعض العقبات، فلا تسمح للأمور بالتأزم لدرجة الخطورة. حافظ يا عزيزي على هدوء أعصابك. برج الميزان موعد مهم، فلا تنفعل بل تحدث بهدوء. القمر في البيت السابع، تحدث برزانة، لا تنجرف وراء انفعالاتك. أنصحك باقتناء سبيكة زحل، فقد تشعر بالاستفزاز، لكن لا تسمح لنفسك بأن تنجر بالتهور. فترة مهمة أيضا للارتباط في نفس الوقت، فأنت تحافظ على هدوءك، ما ترتجلش كلامك، ما تقولش أي كلام كده وخلاص، ما توجهش ملاحظة للخصوم أو للطرف التاني اللي قدامك، فالخصم قوي ولا يرحم. بتحمل لك الفترة بعد الارتباطات المهمة زي ما قلت لك، ممكن تمضي عقود، المهم انك انت تكون حافظ على اعصابك ولا تكن عدائيا. برج العقرب، لا تسمح للواجبات بالتراكم، كن اكثر تنظيما ولا تلتهي عن الاولويات، نقي الحاجات المهمة اعملها. فترة ارهاق، اعباء اضافية، كثرة اعمال، فتكون اكثر جدية في معالجة المسائل المالية خصوصا في هذا اليوم، وقد تنشغل بتسديد دين او ديون او بتوظيف اموال. نظم جدول اعمالك، الفترة صعبة بعض الشيء وضاغطة، ما هو عمل كتير، مسؤوليات كتير، يعني ارهاق، بس في نتائج حلوة بعد كده. حافظ على مصالحك، هناك فرصة عمل جديدة، ممكن أن تكسر اللقاءات الاجتماعية، ممكن أن تحضر برضو لورشة عمل رغم الأعمال اللي عندك، ممكن تهتم بوضع صحي، حاول أنك تنجز أعمال النهاردة وما تأجلهاش لبكرة. الالتزامات كثيرة على جميع أنواعها، كن حريصا على عملك الأساسي والأولي. برج القوس، يطمئن بالك نسبيا حتى تجد حليفا يدعم فكرك وتصورك. كرر يا عزيزي المحاولات، فقد ترغب في استكشاف منطق جديد، وممكن انك تميل للسفر او للمشاركة في رحلة عمل جديدة، او ممكن تكون رحلة رومانسية ناجحة. لكن ما تنساش ان هناك قلق حول احد الاحباء، بتعيش لحظة عاطفية، بترتفع معنوياتك، بتنظر للامور بايجابية، بتتحسن اذا كان هناك اولاد، بتتحسن علاقتك مع اولادك، بتحاول مصالحتهم وتسويات مسائل معهم، هناك مفاجآت سعيدة، وقد تقدم على خطوة جديدة وجريئة، ويكون رأيك مهم وحضورك لافت. الفترة فيها بعض التوتر على محور العيلة، لكن أسلوبك الناعم والمرن يمكنك من قلب الأمور لمصلحتك. أما برج الجدي، بتتذمر من عدم تفاهم الأحباء، وتتذمر من عدم تفاهم الأصدقاء، لا تتحفز ولا تتهرب من واجباتك، حاول السيطرة على معظم الأوضاع، فقد تحقق تقدما إذا أنت اعتمدت أسلوب مرن. بتجتاز الامتحان بسهولة، بيدعوك وضعية القمر لتكريس الوقت للعيلة وللشريك، فالأضواء مسلطة على عقر دارك، حاول انك برضو تاخد اقساط من الراحة، لان طباعك سوف تكون متقلبة في هذا الوقت، وممكن انك تبقى مريض او ممكن تتمارض لتبقي نفسك في المنزل. الفترة سلبية، في خلاف مع احد افراد الاسرة، كن متفاهما مع الشريك او الحبيب. برج الدلو، عبر عن رأيك
ولكن بهدوء وبدون إثارة عداوة وبدون تحفظات، لا تترك مجالا للغموض، فباستطاعتك يا عزيزي مناقشة جميع المواضيع بثقة وبمهارة، ولن تهدأ وتيرتك، وسوف تكون تنقلاتك ناجحة ومفاوضاتك مميزة وعلاقاتك مثمرة في التواصل مع الآخرين. فقد تحصل يا عزيزي على مكافأة أو على شهادة تقدير، أو قد تفرح لانفراج. أنت النجم وعلى موعد مع النجاح في هذه الفترة. بتحمل الفترة لقاءات مثمرة تصب لمصلحتك ولمصلحة أعمالك. كن عند حسن الظن إذا أردت جزء انك تشغل جزء من اموالك، فليكن ذلك بعد دراسة جدوى كبيرة. برج الحوت، قد تناقش موضوع مالي او معاملات ادارية بتلاقي نتيجة مرضية من خلال سعيك، ولكن انا بدعوك انك تسعى للحصول على المزيد من التوافق والتضامن وتجنب التفرد بالرأي. بتكبر يا عزيزي طموحاتك، لكن واجباتك كثيرة والوقت ضيق. نعمل ايه بقى؟ واجبات كتير، اعمال كتير، والوقت ضيق، يعني ما يسمح لكش باللغة. فلا تماطل للوقوف امام لجنة تحكيم لتبرير مصاريفك او تصرفاتك. حاذر من مصاريف استثنائية واستشفائية تطالعك تأثيرات فلكية مؤاتية وإيجابية، وتشجعك على الإفصاح عن الرأي وعن المشاعر. وقد تتلقى جوابا في هذه الفترة، وممكن انك انت تتوضح لك الأمور لا سيما المالية منها. سعدت بصحبتكم، خالص تحياتي لكم، وإلى اللقاء مع توقعات الغد إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.